حلقة جديدة من برنامج حلو حادق معاكم سالي فؤاد. احنا مع بعض على الهوا ان شاء الله، ومستنية مكالماتكم ومكالمات الاطفال اللي يحبوا ينضموا معايا باذن الله. اول حاجة انا عايزة اعملها معاكم اللي هو عيش البلبل اللي هو ده، هنعمله مع بعض ان شاء الله بالجلاش، وهنعمل تاني وصفة هيبقى الكيكة المقلوبة بالتمر والحبهان، وهنعمل برضو حاجة حادقة، هنعمل سلطة. لا ابعد شويه يا طمان، شويه صغيرين علشان يبقى من بعيد كده. طيب للوصفه الاولانيه انا معايا الجلاش، طبعا اللي باين على الشاشه ده الكراميل بقى بتاع التمر، هو انا عملتها اللي هو مربه التمر، فمربه التمر نزلت بقى كده وطلعت الكراميل بتاعها كده في الاطراف بقى وكده حركات يعني. المهم نعمل بقى العش البلبل ده، نعمله ازاي؟ احنا بنجيب الورق اللي هو الجلاش، خلاص بنبتدي. مهم ان احنا يكون معانا، انا حطيتها فين اهي، اي حاجه رفيعه، ممكن اللي هو بتاعه الشيش طاووق مثلا، الخشبه. خلاص انا هوريكم الاول لو احنا مش هنحشيها. بنبتدي ان احنا ناخد ورقه كده نتنيها، وبعدين نروح لفين حوالين العصاية دي كده سادة مش محشية اهو، وببتدي بقى اروح مكشكشة كله على بعض. طبعا مهم انكم تكونوا مهويين، عشان لو قفشة جامدة مش هتعرفوا تعملوا الكشكشة دي، هتبقى ماسكة في العصاية. شايفين مكشكشة ازاي اهو، بروح شايلة وايه لفة بقى كل الكشكشة دي على بعض، حتى لو حتة فكت مش مشكلة، بتلموها وتحطوها بالشكل ده. هنعمل السمنة ازاي؟ السمنة بقى هتنزل عليها، انا معايا سمنة جنة هنزلها عشان تتقدح، لازم تتقدح عشان احنا مش هندهن، احنا المفروض هنسخنها. وبعد ما بنخلص تشكيل الاشكال الجلاش بنروح منزلين عليها السمنة. في القالب انا حاطه القالب الجاهز اللي انا عاملاه، انا حاطه ورقه زبده من تحت، علشان يعني دي فكره للي يحب ان هو يطلع القالب اهو، يطلع الشكل ده يعني، بصوا اهو من تحت ورقه زبده، بحيث اعرف اطلعهم كلهم بسهوله او اقلبها كلها حته واحده، دي على حسب ما تحبوا، فكره عشان تسهل عليكم بس الشغل. طيب لو احنا بقى عايزين نحشيها، معانا مكسرات مثلا اهو، هنروح جايبين برضو الجلاش كده، برضو تانية فوق الخشبة كده، واروح حاطة المكسرات في الحتة دي. خلاص مش بنحط كتير يعني، عشان تبقى مهوية معايا، ما تبقاش صعبة التشكيل، وابتدي ألف بالشكل ده برضو بشكل مهوي شوية اهو، ونروح عاملين كله على بعض. انا عايزه اعمل كام واحده علشان ايه، ننزل عليها السمنه المقدوحه، سمنه جنه ننزلها عليها علشان نشوف بتبقى عامله ازاي. اول واحده ممكن تبقى صعبه عليكم، وبعد كده تلاقوا الدنيا مشيت معاكم بسهوله. وخلوا لو انتوا هتعملوها قالب هتطلعوه، خلوا دايما الناحيه اللي هي اخر جزئيه دي على جوه كده، علشان ما تبقاش مطرفه على بره. نكمل تاني، بالشكل ده، ونحط المكسرات هنا وإيه ونبر.
دي بقى ممكن الواحد يستخدمها، مش بس بقى نزينها بالطريقة العادية اللي هو نحط مثلا قشطة أو الكلام ده، لا أنا عايزة أعملهم على شكل كأنهم معايا عاملين زي الكب كيك، اختلاف يعني تجديد في الشكل. فهنزين عليهم بالكريمة ونحط عليهم بقى كريز وحركات وتوت وبتاع كده يعني. اهو طيب، عايزة ابتدي الواحد يفكر يقول على الحاجة صعب، على طول المخ بيبرمج الحاجة فعلا قصاده صعبة. يعني هجيب لكم مثل، اتنين طلبة قاعدين في فصل خلاص، والمدرس بيشرح مسألة، طالب ممكن يفهم السؤال كويس جدا والتاني لا. ليه؟ عشان واحد مبرمج نفسه انا هفهم السؤال ده الموضوع سهل جدا، واحد تاني يقول لا انا لا يمكن هفهم السؤال ده، السؤال ده صعب جدا جدا وانا عارف من الاول انا مش هفهمه. على طول الدماغ تروح مبرمجة للي هو بيقول انا مش هفهم مش هفهم، بس الدماغ فعلا بتقف انا مش فاهمة، مهما بقى المدرس حاول يشرح ويعمل مفيش. الطالب التاني بقى فاهم علشان هو قال دماغه لا انا هفهم. فالدنيا شوفوا بتختلف ازاي مجرد ما الواحد بيبرمج نفسه. هنزل بقى هنا الطماطم، فانتوا مجرد هتقول لا الموضوع سهل هتلاقوا نفسكم بتخشوا المطبخ على طول وتعملوا كل حاجه. هنروح لفاصل بقى دلوقتي. اهلا بيكم معايا من الفاصل، انا بكمل اهو الجلاش عشان عايزه اقفل الصينيه اللي معانا. اهو وصلنا لغايه هنا، وهنزل دلوقتي عليها السمنه المقدوحه. معانا انجي. مساء الخير يا مدام سالي. مساء النور، اهلا يا انجي، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه يا رب. انا بشكر حضرتك على كل حاجه حلوه بتقدمها لنا. الله يخليك يا رب، كلك من نصايحك وكل حاجه جميله فيك الصراحه. الله يخليكي على ذوقك. قولي لي عندك اي سؤال اتفضلي. ممكن بس حضرتك مقادير بس البرلين. مقادير ال برلين البرلينر. ممكن. طيب حاضر، اوكي حاضر. شكرا شكرا. اوكي البرلينر ده اللي هو شبيه للدونت، وانا كنت عاملاه قبل رمضان. هبه معلش نزلي مقادير عشان اعرف اوصف الخطوات، وطعمه فعلا جميل جدا جدا، من الحاجات اللي فعلا يعني بتعمل ريحه رهيبه في البيت والطعم فظيع، ووصفتها سهله مش صعبه، بس عشان اقول المقادير صح. طيب وما تقلقيش لو ما نزلناهاش النهارده ننزلها بكره ان شاء الله. يعني اي سؤال ما جاوبتش عليه في الحلقه او وصفه ما نزلتهاش في يومها بننزلها تاني يوم، ما تقلقوش. بصوا بقى احنا اهو، احنا بنقفل طبعا الصينيه، بنبتدي نجيب بقى السمنه، دي سمنه الجنه هننزلها عليه. بصوا بتعمل شكشكه بقى، تشكشك ازاي هو ده الصح، السمنه تغلي وايه، ولو زاد منكم مش مشكله بتعرفوا تصبوها تاني وتستخدموها عادي، لو زادت منكم في الطاسة او الصينية مش مشكلة. بس كده نطفي بس هنا وندخلها الفرن. اطلع انا بقى الزبدة، الزبدة ساحب مني خالص ثانية، الزبدة دي للكيكة اللي هقول لكم مقاديرها دلوقتي. هنا الاستوديو ساقع فلما بدخلها شوية عشان تدفى معايا ما بتسيح على طول. ندخل ده بقى الفرن على تقريبا 190 درجة لغاية ما ياخد اللون الذهبي زي الجاهزة اللي انا مجهزاها دي. مش بتطول عشان السمنة كتيرة فيها، فعلى طول بتشكشك وتخلص ما بتطولش معانا. انا بس عشان حاجة واحدة واحدة بقى عايزة اقلبها معاكو عشان تشوفوا. نجيب حاجة نقلب عليها، نجيب دي ودي. بصوا بقى انا زي ما قلت حطيت ورقة زبدة مدورة تحت، قصيتها مدورة وحطيتها بحيث ان انا لو عايزة الشكل على بعضه ما اقعدش بقى افك واحدة واحدة وارصها تنزل كده بالشكل ده. الله ده شكلها كده من الناحية دي احلى ولا ايه؟ طب نزلها كده ونشوف، ناخد الناحية دي ولا الناحية دي، نعدلها بس. بسم الله الرحمن الرحيم.
مش مشكله يعني، خليها الناحيه دي، الناحيه التانيه برضو جميله قوي، بس الناحيه دي فيها باين فيها كده حركات اكتر. هنعمل ايه بقى في القصه دي؟ مش هسيبها كده، انا هحط الكريمه فين اهي. نجيب بقى كريمه كده ونزين بقى الناحيه الجزئيه اللي انا بحبها جدا طبعا. نبتدي بقى نعمل لها زي الكب كيك بالظبط. شكرا. هي جايه من برلين. برلين دي دي في المانيا، عاصمه في المانيا، عاصمه المانيا. فهي هي دايما بيسموا الحاجه على زي فرانكفورتر مثلا. فرانكفورتر اللي هو الهوت دوج معروف قوي في المانيا اسمه فرانكفورتر، ده علشان اساسه فرانكفورت. وكان في كام حاجة تانية بس مش فاكراهم دلوقتي، أسامي برضو ليها علاقة بالمكان. شايفين بقى الحركات؟ نحط بقى على كل واحدة إيه؟ صفاء؟ أيوة. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. إزاي حضرتك؟ أيوة مدرستي. أيوة معاكي. انا بشكر حضرتك وبقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه يا رب. شكرا. بشكر حضرتك على اجابتك الجميله اللي بتعمليها لنا، وبنتي قاعدين بيتفرجوا عليكي دلوقتي. ايوه. الو، انا ما سمعتش بقيه الكلام. هدى، معلش حضرتك حاولي تكلمينا تاني. يا هدى. الو. ايوه ازيك يا هدى؟ ازي حضرتك؟ انا كويسه، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. قوليلي عندك سؤال؟ لا انا عايزه اطلع مع حضرتك على الهواء. طيب يا حبيبتي خلاص، هسيبك لهبه تاخدي تديها بياناتك وان شاء الله تكوني معايا ان شاء الله. انا هجمع كل الاسامي اللي هتكلمني نعملها في بوله زي السنه اللي فاتت، ونبتدي ايه نتكلم، نعمل زي تومبولا كده ونتكلم. انا بس عايزه اظبط دي واحده وواحده، يبقى كده ونحط بقيه التوت. التوت ده انتوا سالتوني بيجيب منين، انتوا مش لازم تجيبوا توت يعني، ممكن تجيبوا يعني انا بس يعني حبه كده حركات، لكن مش لازم توت خالص. انتوا ممكن تجيبوا اي فاكهه انتوا عايزينها، اللي بصوا شويه حته خوخ حلوه، حته اي حاجه. عايزين تحطوا مكسرات حطوا، عايزين تحطوا شويه صوص كراميل، يعني اللي موجود عندكم استعملوه. مش لازم يبقى الحاجه بالظبط زي ما ايه بنقدمها هنا، المتاح عندكم هو ده اللي تجيبوه. لكن بيتباع فين؟ لا بيتباع عادي في السوبر ماركت، السوبر ماركت الكبيره شويه. طيب احنا كده نعتبر خلصنا دي اهي، حطها في النص هنا ونروح بقى الفاصل ونرجع نقدم بس السلطه، احط عليها التتبيله السلطه، واقول لكم بقى الكيكه اتعملت ازاي. كل اللي انا هعمله بس على ما ترجعوا لي من الفاصل هعمل ايه؟ القالب ده هبتدي ارص فيه التمر اللي هو انصاص التمر، هرصه من تحت كده خلاص. بس كده روحوا الفاصل وترجعوا لي.